رئيس سيسي بدأ جولة خارجية إفريقية تشمل زيارة 3 دول، أنجولا وزامبيا وموزمبيق. تركيز مهم على عدد من الملفات، والنهارده ظهرت الحقيقة هذا التركيز على ملفات بعينها من خلال النهارده المؤتمرات الصحفية واللقاءات لسيادة الرئيس. أنت بتتكلم في أقول لحضراتكم على حاجة، أنا الحقيقة فوجئت، يعني أنا شخصيا فوجئت بأنه الرئيس السيسي أول رئيس يزور أنجولا. معقولة؟ خليني أرحب بدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية. دكتور حامد مساء الخير. يا أستاذ عزة، وأهلا بالسادة مشاهدي برنامجك الكريم. أهلا بحضرتك. أنا بعترف يا دكتور حامد، أنا فوجئت أنه رئيس السيسي أول رئيس يزور أنجولا. طبعا يعني زيارة تاريخية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، أول رئيس مصري يزور أنجولا عبر التاريخ. أنا ما صدقتش. يعني إيه ده؟ يعني اتخضيت، مش ما صدقتش، اتخضيت. ليه كده؟ وحضرتك يعني أي حد هيتابع هذه الزيارة ويعرف أنها الزيارة الأولى لفخامة الرئيس السيسي إلى أنجولا هيقول دائما وأبدا أن السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس السيسي غير السياسة الخارجية قبل أن يتولى رئاسة مصر. ده بشكل واضح جدا، يعني إحياء بشكل كبير للعلاقات المصرية الأفريقية وبعد جديد للاستراتيجية المصرية طبعا في سياستها الخارجية. بس ده مجهود الحقيقة، يعني لما تبقى أول زيارة لأنجولا مجهود، انت كأنك بتبدأ علاقات مع دول من جديد، يعني ده كمان شيء غريب. طبعا يعني الدولة المصرية سياستها أصبحت منفتحة على كل المدارس، كنا دائما وأبدا في علاقتنا مع دول القارة الأفريقية دائما ما نتجه إلى الشرق، الآن اتجاه مختلف، اتجاه إلى وسط القارة الأفريقية، إلى جنوب القارة الأفريقية، كدلالة واضحة على أن مصر هي القلب النابض للقارة الأفريقية، وأن مصر تسعى من خلال دبلوماسيتها الناعمة إلى وضع رؤية استراتيجية بتتمثل يا أستاذ عزة في بناء وترسيخ أسس تعاون مشترك بين دول القارة الأفريقية، سواء سياسيا، سواء اقتصاديا، سواء شعبيا وحتى أمنيا، في إطار أن الدولة المصرية ومنذ تولي الرئيس السيسي سعت وبكل قوتها إلى هذه الصياغة ونجحت بشكل كبير. حتى عندما تولت مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي في العام 2019 كانت يعني هي القائمة بالدور المدافع الأول عن كل قضايا القارة الأفريقية، وده اللي شاهدناه في كلمة الرئيس السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2021 عندما يعني تم الغضن بالقارة الأفريقية فيما يخص لقاحات كورونا، وكانت القارة الأفريقية لم تحصل إلا على 20% فقط من التطعيم، ولكن الدولة المصرية برؤيتها الواضحة قالت أنها ستقوم بتوطين صناعة اللقاحات داخل الدولة المصرية لخدمة كل دول القارة الأفريقية. نعم. دكتور حامد، بكرة كمان سيادة الرئيس هيشارك في قمة الكوميس. كلمني عن هذه الأهمية في هذا التوقيت للكوميس. طبعا يعني العالم بيمر بتحديات كبيرة جدا يا أستاذ عزة على كل المستويات، سواء سياسيا على اعتبار أننا نتجه إلى عالم الثلاثية القطبية، أو حتى اقتصاديا في ظل الأزمات الكبيرة اللي أفرزتها الحرب الروسية الأوكرانية وأدت وبشكل كبير إلى وجود أزمتين لا يمكن أبدا التغلب عليهم إلا من خلال التوافق والتنسيق والتشاور بين الدول الأفريقية. قمة الكوميس هي قمة مهمة جدا لأن هي بتجمع حوالي 21 دولة، وأيضا بيتفقوا سواء في وحدة المصير وأيضا الهدف المشترك. ده شرق وجنوب إفريقيا. شرق وجنوب بالضبط. نعم. كده. نعم. طبعا يعني حجم الاقتصاديات التجارة البينية بين هذه الدول يعني رقم كبير جدا، احنا بنتحدث عن 840 مليار دولار، وده رقم كبير ده إيه؟ جدا. ده ايه الرقم ده يا دكتور؟ رقم كبير جدا. يعني لا اقصد ده بتاع ايه؟ ده التبادل التجارة البينية والناحية الاقتصادية بين الدول في أعضاء الكوميس.
تمام. دي دلالة واضحة على أن هذا الرقم لم يتم حتى هذه اللحظة تفعيله بالشكل الكافي. القارة الأفريقية هي من أغنى القارات على واقع الأرض، ولكن فعليا هي الأفقر، لأنه لم يتم حتى هذه اللحظة استغلال ثرواتها بشكل كبير. يعني إحنا لما بنقول أثناء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي تم توقيع الإطار التنفيذي للاتفاقية التجارة القارية الحرة، دي بتخدم حوالي 1.3 مليار نسمة بحجم استثمارات 3.4 تريليون دولار، وده رقم كبير جدا. وأيضا زيارة زامبيا دي لها أهمية خاصة، لأن زامبيا يعني تريد أن يعني أن تقوم مصر بتنفيذ تجربتها الرائدة والملهمة في سواء في البنية التحتية، في الزراعة، في السياحة، وأيضا في الأمن. وأيضا زامبيا موقعها مهم جدا على المحيط، ولديها ثقة كبيرة أيضا. يعني زامبيا من أكبر الدول لإنتاج النحاس في الصناعات، ومصر تحتاج إلى ذلك، وبالتالي زامبيا وأنجولا وموزمبيق ستكون دول مهمة جدا للدولة المصرية سواء على مستوى الزيارات للدول الثلاث. طب كلمني على الفرص، نرجع لأنجولا، على الفرص في أنجولا يا دكتور حمد. أنجولا دولة قوية جدا من الناحية الاقتصادية، دولة من أكثر الدول في إنتاج النفط والصناعات المعدنية. أنجولا تريد أن تقوم مصر بتنفيذ تجربتها في الكثير والكثير من المجالات، وعلى رأسها البنية التحتية، لأن ما شهدته مصر في السنوات الأخيرة حققت نقلة نوعية حقيقية أشادت بها كل دول العالم والمؤسسات الدولية، وأدى إلى أن مصر أصبحت هي قبلة للمستثمرين العرب والأجانب، وأيضا ليس المستثمرين العرب والأجانب ولكن أيضا الأفارقة، فرص استثمارية كبيرة وواعدة. وقامت الشركات المصرية الكبيرة والضخمة واللي لها خبرات كبيرة جدا بتنفيذ الكثير من المشروعات، يعني سد جوليوس نيريري في تنزانيا وغيرها من المشروعات التي تخدم الشعوب الأفريقية. مصر قامت بتنفيذ هذه المشروعات، مما يدل على رغبة مصر للعمل على رفع المعاناة عن الشعوب الأفريقية. وبالتالي زيارة مهمة جدا إلى أنجولا، وستكون هذه الزيارة لها الكثير والكثير من التبعات الاقتصادية الهامة، في إطار أن القيادة السياسية المصرية تسعى وبشكل كبير إلى إنشاء تكتل اقتصادي استثماري تجاري يكون دافعا. ما بين مين ومين؟ ما بين كل الدول الأفريقية. يعني إحنا ما بين كل الدول الأفريقية، يعني كما أشرت لحضرتك، مصر كانت منفتحة فقط على الشرق، ولكنها الآن تتجه إلى وسط القارة الأفريقية وأيضا جنوب القارة الأفريقية، كل ذلك من الناحية الاقتصادية. وأيضا مصر تسعى إلى إيجاد حلول أفريقية للقضايا الأفريقية بعيدا عن التدويل فيما يخص القضايا السياسية، وبالتالي في أزمات ملحة على واقع الأرض الآن فيما يخص الأزمة السودانية وضرورة إيجاد حل سوداني توافق عليه كل الأطراف. الأزمة في ليبيا، أزمة السد الأثيوبي، وأن مصر تسعى وبكل قواتها إلى إيجاد حل شامل وعادل لهذه القضية المهمة التي تمس الأمن القومي المصري. وشهدنا أن الجولة الأفريقية للثلاث دول مفيدة في إيه فيما يتعلق بسد النهضة دكتور حامد؟ طبعا مصر تسعى إلى إيجاد موقف أفريقي داعم للرؤية المصرية، ولكن الرؤية المصرية، لأن الرؤية المصرية هي رؤية عادلة، هي رؤية حقيقية متوافقة. مصر تريد اتفاق قانوني ملزم، وبالتالي التوافق مع دول القارة الأفريقية من خلال أن إيجاد حل سواء عن طريق الاتحاد الأفريقي أو حتى يعني الإعلام من هذه الدول على الدعم الرؤية المصرية فيما يخص هذه الأزمة الكبيرة والمهمة، والتوافق بين الدول الثلاث فيما يخص أزمة سد النهضة الأثيوبي وفقا لمبدأ لا ضرر ولا ضرار، هو الرؤية والشغل الشاغل للقيادة السياسية المصرية. وكل الدول الأفريقية التي زارها الرئيس السيسي، والتي حتى جاء قيادات كبيرة إلى قلب القاهرة، أكدت على التأكيد على الدعم اللامتناهي للرؤية المصرية بما يتوافق مع قضية السد الأثيوبي. وطبعا في عوامل أكيد بنتكلم في أنجولا، زامبيا، موزمبيق، في دوائر وفي مربعات مشتركة،
ما طبعا بينهم، يعني فبالتالي مهم في هدف مهم عام وهو فكرة التكتل الاقتصادي، لكن أقصد في أهداف أخرى وتوافق في الرؤى ما بين هذه الدول وما بين الرؤية المصرية فيما يتعلق بملفات بعينها زي السودان، زي ليبيا، زي ملفات كتيرة جدا. طبعا يعني هناك رؤية مشتركة بيتم صياغتها وبلورتها الآن من خلال أن القيادة السياسية المصرية ومن خلال دورها الريادي والمحوري سواء عربيا أو أفريقيا تسعى إلى إيجاد حلول توافقية للأزمات في القارة الأفريقية، خاصة أن في جزئية مهمة جدا أن أغلب الدول الأفريقية تعاني من الإرهاب، ومصر لديها أصلا تجربة مهمة جدا في القضاء على التنظيمات الإرهابية ونجحت في هذا الدور المهم، وبالتالي مصر أيضا لديها مؤسسات قوية ومعلوماتية واستخباراتية على أعلى مستوى، وبالتالي تبادل المعلومات فيما يخص القضاء على التنظيمات الإرهابية في ظل أن أحداث السودان واستمرار الأحداث بمثل هذا الشكل والبيئة الرخوة الضعيفة أمنيا في السودان، على اعتبار أن السودان لديها حدود مشتركة مع 7 دول أفريقية منها 4 دول بها أماكن أمنية رخوة، وبالتالي التنسيق صحيح. والتشاور للقضاء على والموقف التنظيمات بيتصاعد الإرهابية في السودان الآن بيتصاعد، وبالتالي يحتاج يا استاذ عزه الى ويسوق. التوافق ويحتاج الى الوقوف وجه التنظيمات الارهابيه وان يكون هناك موقف افريقي موحد تجاه القضايا الماسه بالامن القومي الافريقي. نعم، بشكرك دكتور حامد فارس، بشكرك شكرا جزيلا.